بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من صلاة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قال: وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور؟ قال: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق الأحاديث التي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها صلاة معتدلة في جميع أركانها وأعمالها، لا يطيل بعضها ويقصر الآخر، وإن كان قد يقصره قصرا نسبيا، أما أن يكون بعضها قصير جدا وبعضها طويل فهذا ليس بمشروع. ثم انتهى إلى قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه كان حريصا على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إماما في مسجد، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر، ثم يذهب ويصلي بقومه. فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به العلماء على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن الصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة، والفريضة هي التي أداها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته بهم إطالة شاقة، حيث إنه قرأ بسورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم، فشق ذلك عليهم. حصل من بعضهم كلام، وبعضهم فارقه وأكمل الصلاة لنفسه وسلم وذهب لحاجته، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من الفتنة، وهي إثارة الجدال بين الناس، أو إثارة التنفير بين الناس، والمطلوب من العالم وطالب العلم والداعية إلى الله أن يؤلف بين الناس ولا ينفرهم، وأن يرغبهم في الخير ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه، وإن كانت خيرية. فإن معاذا رضي الله عنه لا يعمل ولا يجتهد إلا فيما فيه خير، وذلك لفقهه
رضي الله عنه ومبلغ علمه رضي الله عنه. ولكن الإمام لا يعمل باجتهاده الخاص وما يراه هو ويشق على المأمومين. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، وهذا في الحقيقة إنكار على كثير من الأئمة اليوم، خصوصا الشباب الذين يتولون إمامة المساجد ثم يشوشون على الناس باجتهاداتهم وبشذوذاتهم عن ما كان عليه العمل في البلد، مما حصل منه مشاكل كثيرة. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ، وهو من أفاضل الصحابة ومن أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. فمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا التصرف، حيث أطال بالناس صلاة العشاء وقرأ بالبقرة، ووصف ذلك بأنه فتنة للناس، وأرشده إلى أن يقرأ بمتوسطات المفصل من أوساط المفصل الليل إذا يغشى الضحى والشمس وضحاها، فهذا يقرأ به في ما عدا الفجر. الفجر يقرأ فيه من طوال المفصل، وهو كما سبق ما بين سورة قاف إلى سورة عمّ. وفي المغرب من قصار المفصل، وهو من الضحى إلى آخر القرآن، آخر الناس، آخر سورة الناس. وفي البواقي الظهر العصر العشاء يقرأ من أوساط المفصل، وهو ما بين عمّ إلى الضحى. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف إننا نرى اليوم كثيرا من الأئمة، خصوصا الشباب منهم هداهم الله، أنهم هجروا المفصل فلا يقرؤون به في الصلاة لا في الفجر ولا في غيره، ولا في المغرب ولا في غيره، وإنما يدخلون في أول القرآن أو في وسطه، ويتركون قراءة المفصل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل، لأنه أخف بالناس وأرفق بالناس، ولما في سور المفصل من الجزالة والقوة وغرس عقيدة التوحيد، غير ذلك من الأسرار التي في سور المفصل. مع هذا كثير من شباب أئمة المساجد هجروه، لا لشيء إلا لأنهم يرون الناس يقرؤون به، وهم يريدون أن يخالفوا ما عليه الناس حتى يظهروا للناس أن عندهم علما وأنهم حفظة وأنهم هكذا نظن بهم. وإن كان الأليق أن يظن بهم الخير، لكن ونحن إن شاء الله نظن بهم الخير، لكن ليسوا أحسن من معاذ، وليسوا أحرص على الخير من معاذ، وليسوا أكثر علما من معاذ، وليسوا أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من معاذ. ومع هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقرأ من متوسطات المفصل. فالذي ينبغي لهؤلاء الأئمة هداهم الله أن يثوبوا إلى رشدهم، وأن يرجعوا إلى الصواب. وشيء آخر، وهو المبالغة في رفع الصوت في مكبرات الصوت والصدى، مما يشوش على المأمومين ويشوش على المساجد الأخرى، وحتى المأمومون الذين خلف هذا الإمام لا يدرون ماذا يقرأ به من تراجع الصوت في المسجد، ومن شدة الصوت التي تشق على الأسماع حتى يتأذى السامع، لأن سمعه لا يتحمل هذا الصوت الجهوري الذي
ليس هو من صوته، وإنما هو من صوت المكبرات، من صوت الأجهزة. فعليه من يتقوا الله وأن يعتدلوا وأن يحرصوا على القراءة التي تبعث على الخشوع واطمئنان المصلين مع عدم المشقة عليهم ومراعاة أحوالهم. أما أنه يتبع ما يراه هو ولا ينظر إلى المأمومين ويضرب بأحوال المأمومين عرض الحائط ولا يلتفت إليهم، فهذا مخالف للهدي النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. ألا يخشى أيضا أن يكون هؤلاء ممن قرأ للناس، مثل ما قال المبارك: أنتم قراء المبتدعة تقرأون للناس ولا تقرأون لله، يعني مبالغة في التزيين، أن يكون من حظ النفس والمراءة. ويخشى من هذا واقع أن هذا من باب المباهات ومن باب إظهار حسن الصوت وجلب الناس إلى مسجده. فإذا كان هذا هو المقصود فالأمر خطير، أخطر مما سبق، فهذا رياء، والرياء يفسد العمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس: كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هذا جواب عن إشكال مشهور، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التخفيف كما سمعنا. نعم، بينما كان هو صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة كما يأتي، وكما أنه يقرأ بالستين إلى المئة في الفجر في الركعة الأولى أو في الركعتين كما يأتي، فكيف نجمع بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم؟ عن هذا جوابان. الجواب الأول وهو المشهور أنهم إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل فإنه يطول بهم، وهذا هو الذي يحمل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يحبون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون أن يستمعوا القرآن منه ويرغبون في التطويل. وهذا جواب. وأما إذا كانوا يشق عليه ماذا ولا يرغبون فإنه يخفف بهم كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره، بل عمم وقال: أيكم أما الناس فليخفف. والجواب الثاني ما ذكره الشيخ وذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه كانت صلاته معتدلة، كانت صلاته معتدلة بين التطويل الشاق وبين التخفيف المخل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم إن عرض حال عرف منها إثار المؤمنين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. نعم، من الضحى إلى آخر القرآن، وأحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم بسور طويلة، كما روي أنه قرأ بطول الطوليين وهي الأعراف، سورة الأعراف إنها أطول من سورة الأنعام التي قبلها، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالطور كما في حديث جبير بن مطعم، هذا في بعض الأحيان. وإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل فإنه يطول بهم. نعم، قال: وإن عارض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه. إن عرض ما يقتضي التطويل وهو رغبة المأمومين فإنه يطول، وإن عرض العكس وهو ما يقتضي التخفيف خفف. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصبي فإنه خفف الصلاة رحمة بأمه.
نعم. قال فقد تبين أن حديث فإذا كان هناك أحوال تقتضي تخفيف الصلاة نظرا للظروف، كان يكون مثلا في سفر، يكون في سفر، نعم، أو يكون مشغولين بشيء يفوت إذا تركوه تركا طويلا، فإن الإمام يخفف بهم لأجل أن ينصرفوا إلى ما يحتاجون إليه من ضبط أعمالهم. نعم. قال فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا، ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. نعم، الذي حصل من بعض الأمراء في عهد الصحابة أنهم خالفوا السنة، إما لجهل منهم وهذا هو الغالب، وإما لأمر آخر قد يكون أمرا الله يعني هم رأوه، قد يكون أمرا هم رأوه، فكانوا يطيلون القيام ويقصرون الركوع والسجود، هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متعادلة، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف وكما في صلاة الليل، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود تخفيفا نسبيا لا يخل بالصلاة. نعم. قال فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. نعم، كما تكرر هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة في قيامها وركوعها وسجودها واعتدال والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد السجود، وفي التشهد الأخير كان صلى الله عليه وسلم يعادل بين أفعال الصلاة ولا يطيل بعضها ويقصر بعضها. نعم. قال وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل بن الأشعث، قال فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. نعم، فهم استنكروا على هذا الأمير الذي أو هذا الإمام الذي نصبه ابن الأشعث، وابن الأشعث هذا هو الذي خرج على عبد الملك بن مروان، قاتله الحجاج بن يوسف حتى تغلب عليه، وكانت فتنته عظيمة، كان في الأول قائدا للجند تبعا للأمويين، وكان الحجاج هو الذي يرسله لقيادة الجند، وكان محنكا وشجاعا، ثم غرته نفسه أو غره الأشرار فأراد الخروج، خرج وتبعه بعض العلماء وتبعه، فصارت فتنة عظيمة تسمى فتنة ابن الأشعث. وليس هذا محل التفصيل، ولكن الكلام على هذا الإمام أن هؤلاء العلماء أنكروا عليه في كونه يصلي صلاة غير متعادلة، ورووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متعادلة لا يطيل بعضها ويقصر بعضها. نعم.
قال: وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء. الصحابة يقولون قريبا من السواء، ما قالوا إنه سواء، وذلك لأنه لا يقاس مثلا القيام بالجلسة بين السجدتين، ولكن المراد التطويل النسبي، فكانت صلاته قريبا من السواء، بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود إطالة نسبية، لأنه يخفف الركوع والسجود ويطيل القيام فقط، بل كان يطيل في الركوع والسجود لكنه لا يجعله مثل طول القيام، لأن القيام يحتاج إلى إطالة من طبيعته، لأنه يحتاج إلى قراءة الفاتحة وإلى قراءة ما تيسر بعدها من القرآن في الركعتين الأوليين. فهو لا شك أن أطول ركن في الصلاة هو القيام والتشهد الأخير، وليس معنى أن صلاته كانت قريبا من السواء أن هذه الأشياء متساوية تماما، وإنما معناها أنها متقاربة، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال والجلوس إطالة نسبية. نعم. طيب شيخ، هذا يقول الآن في صلاة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، نعم، قال كان إذا رفع قال بقدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد، أطال يعني الاعتدال، هذا معنى أنه أطال الاعتدال حيث أنه زاد على قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقوله ابن أبي لي لم تكن صلاته كذا يعني كانت أقصر من هذا؟ لا، كان يخالف هذا الأمير أو هذا الإمام، لكن بهذا الورد فإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد تكون تماما. أي نعم، جزاك الله خير. قال: وكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. أي نعم، قالوا قريبا من السواء ردا على هؤلاء الأمراء الذين لا يجعلونها قريبة من السواء، بل كانوا يطيلون القيام ويخففون ما عداه. نعم. قال: ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده. نعم، إذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود كما بالنسبة، ليس معناه أنه يركع بقدر قيامه تماما، وإنما بقدر قيامه نسبيا، بقدر قيامه نسبيا، ويسجد بقدر ركوعه نسبيا، وإلا فما ليس معنى هذا أن ركوعه وسجوده يكونان مساويين لقيامه في الزمان و في المدة وفي الامتداد، وإنما يكون ذلك نسبيا، فإنه معلوم أنه إذا كان قرأ نحوا من سورة البقرة فليس معنى أن ركوعه يكون بقدر سورة البقرة، هذا شيء لا يطاق، وإنما المعنى أنه أطال الركوع إطالة مخالفة للعادة في الصلوات الخمس مثلا. نعم. قال: ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. هذا هو، يكون قريبا من قيامه، ما يكون يعني مثل قيامه، وإنما يكون قريبا منه نحو من النصف، يعني نصف القيام، يعني نصف البقرة تقريبا، يعني يقال ركوع وسجود مناسب لهذا القيام، مناسب لهذا القيام. أين؟ ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة مئة آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. نعم، لأن هذا طويل.
وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء. نعم. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. فإذا قال المصلي هذا فقيامه معتدل كقيام النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان نعم. يقرأه في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه ويسجد نحو من قيامه ويجلس نحو من سجوده. هذا في صلاته في الناس، أنه كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين فيطيل من غير أن يمل الناس، ويخفف من غير أن يخل بالصلاة. ولهذا قالوا صلاة تخفيف مع تمام. مع تمام. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف مع تمام. هذا إذا صلى بالناس، وأما إذا صلى وحده فإنه كان يطيل القيام والركوع والسجود، كما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام معه ليلة فقرأ فكبر، وقام معه حذيفة فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء. الله أكبر. ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، ثم سجد سجودا نحوا من قيامه. فهذا إذا صلى وحده، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. أحسن الله. لأنه لا يشق على أحد، لأنه إذا صار وحده لا يشق على أحد، فإذا اختار التطويل فليطول. نعم. حتى الاختيار في التناسب، لو أطال الركوع أكثر أو القيام، لا لا بد من التناسب. إذا صلى وحده ما يصلي صلاة متخلخلة، وإنما يصلي صلاة متناسبة. إذا أطال الركوع القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. نعم. بحيث يكون ركوعا وسجودا مناسبا لذلك القيام متقاربا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.